يعني الريفير اللي هو الفيك لابيل اللي هو العريض قوي ده، اه ده كان زمان ما معروف بقاش فيه جدا. بتهيألي الاسلام والحاجات دي لا سليم يعني. طبعا، بس الريفير بس فكره ان الريفير يبقى صغير او اللي هي بتاعت البدله تبقى صغيره، لا طبعا دي مش مبقتش موجوده دلوقتي، موجوده بس مش ده الترند يعني. فالبيك لابيل او عموما الريفير العريض سواء كان نوتش او بيك لابيل اللي هو زي المانيكان كده، ده اللي بقى منتشر دلوقتي، ده كان موجود اصلا زمان. بعد كده فتره بقى الريفير اللي هو الصغير خالص ده، بعد كده ايوه رجع ده تاني ابتدى يرجع تاني. بكل ديزايناته يعني، طب سواء بقى احكي لي عن حاجة صممتوها بشكل غير تقليدي تمام، في يعني يوسف حاجة ضجة كده في دي اكتر حاجه كانت الديزاين مختلفه بتاعتكم. بالنسبه لنا، كان بدله كنا عاملينها ليوسف فوزي. اه يوسف هو عنده باند مزيكا سكسفون، مهم. بيروح افراح حفلات كده يعني، كنا عاملين له بدله مختلفه جدا. طلب حاجة معينة اه هو اللي بيحدد، ولا انت اللي بتشوفه في حاجة معينة فبتعمل له حاجة مناسبة ليه؟ في كلاينت يجي لي هو عايز حاجه معينه، وفي حد يجي مثلا يقول لي وجهه نظره وانا يبقى عندي وجهه نظر تانية، فبنتناقش مع بعض فبتشاركوا فيها وتقول له عليها، بتختاروا طبعا مع بالظبط. بعض. كلمني عن الألوان بقى اللي طالعة السنة دي في البدل، في كصيف ألوان ولا شتاء؟ معينة صيف ولا شتاء؟ هي يعني، بما بتختلف. ان انا داخلين على الشتاء فممكن نتكلم عن الوان الشتاء. الزيتي يعني زي ده اللي هو التالت، تالت بليزر من قدام، تالت بدلة. اه اللون ده ترندي جدا. الشمواه بألوانه اللي هو زي المانيكان، الشمواه، اه الشمواه شيك قوي في البدل. سواء اه كان اسود زيتي. بس ده ما بيقتصرش على بدلة العريس او كده. لا لا خلاص، احنا ممكن يتعمل بليزر من غير ساتان، هيبقى بدله عادي، بليزر عادي خالص. يعني البدلة زي كده عادي، بدلة تتلبس في مناسبة اه عادي جدا. حتى ممكن الياقه اللي هي فيها ساتان اللي هي فيها الورده دي تتغير وتبقى شموه، بس ده يبقى بليزر عادي، ممكن تلبس كاجوال اصلا. طب بتقسموا الشغل بينكوا ازاي؟ يعني انت بيبقى عليك ايه، هو عليه ايه؟ يعني يمكن انا ببقى مهتم شويه بفكره الصناعيه او الورشه وكده. العمال بالظبط والتيم بتاعكوا وكده، بالظبط، وانت مهتم اكتر بفكرة ال الكلاينت والاتيليه. اه ظريف جدا. هل في انواع للبدل الرجالي؟ كخامات ولا كديزاين؟ كل حاجة ديزاين طبعا في يعني، اشكال كتير جدا. حبك توضح للناس ايه الانواع وايه الخامات. الخامات في تركي او اللي احنا بنشتغل فيه تركي وانجليزي وايطالي، في ناس بتشتغل في الهندي وفي الصيني، بس ده انا ما بتعملش فيه يعني. انضف حاجه الايطالي، بعد كده الانجليزي، بعد كده التركي، وبتتوقف برضو على حسب انت بتتكلم كده على القماش. القماش. اه اه وبتتوقف على حسب الكلاينت عايز ايه، كل خامه ليها مميزاتها يعني. اه مثلا كل حد بيريحه حاجة طبعا. بالظبط يعني التركي معروف ان هو دايما بيبقى فيه ليكرو، ممكن يبقى كلاينت جاي لا انا عايز بدله فيها ليكرو، فدي بتبقى بالنسبه له مريحه جدا، فعلى حسب هو محتاج ايه. الديزاينات في البدل مثلا زرار، زرارين، في الدبل اللي هي بتبقى صفين، في اللي بيبقى البيك لابيل اللي هي الريفير عريض قوي، في ريفير عادي، على حسب بقى الكلاينت بيكون محتاج ايه. بس هو معظم ما بيجوا للتفصيل بيجوا لحاجه هم مش لاقيينها بره، ايوه. او حد مثلا مقاسه مختلف شويه بس، فهي دي مست التفصيل. طب ايه اللي يخلي كلاينت بدل ما يروح يشتري من مكان حاجه جاهزه، ايه الحاجه اللي بتحس ان هو بيخليه يجي لك يقول لك انا عايزك تعمل لي بدله؟ لو ايه حد الحاجه اللي بتميزك؟ عايز ديزاين معين مش موجود بره، عايز لون معين مش موجود بره، لان احنا اوريدي انت احنا بتقدر توفر الوان مش موجوده. حتى لو في حاجه مش موجوده عندي اقدر ان انا اجيبها من بره، ويعني في خلال اسبوع مثلا تكون موجوده عندي واقدر انفذها له عادي. الديزاين برضو لو في ديزاين مش موجود بره، او الخامه نفسها، في ناس يعني في كلاينت مثلا يبقى عايز لا خامه انا عايزها تبقى فيها لكره قوي، لو مش موجوده في السوق بيجي لي. لو برضو المقاسات، لو حد مظبوط. مقاسه كبير قوي ومش لاقي البدله مقاسه يعني مش لاقي حاجه جاهزه مقاسه، في ناس بيبقى مثلا من فوق عريض جدا رجله رفيعه، فده لما اجيب بدله مقاسه هتلاقي بنطلون واسع جدا، فهي بتختلف بقى على كل كلاينت يعني صح. المشكله عنده في ايه. قول لي يا محمد، ايه اللي بيختلف في اسعار البدل عن بره؟ يعني كتفصيلة ليه البدله بتكون غاليه دلوقتي؟ ليه؟ اولا كماتيريال، يعني كماتيريال. الماتيريال يعتبر مش مصري يعني، الماتيريال تبقى اغلبيتها كلها من بره، فهي بس دي الفكره، ده اللي بيخلي السعر البدله غالي.
وبرده الماتيريال سواء ايطالي او تركي او انجليزي بيبقى كده في الفرق ما بينهم في الاسعار. بس فهو ده. طب تفتكر في لون معين او ديزاين معين اقدر البسه الصبح واقدر البسه بالليل؟ يعني هو بيبقى اغلبيتهم الاسود، اسود كحلي جري، الحاجات دي اللي ينفع البسها الصبح. يعني في الوان بتبقى ساعات محبذه الصبح قوي بالظبط، وفي الوان بتناسب بالليل اكتر بالظبط. بس اتكلمنا عن الالوان اللي ممكن نلبسها الصبح في مناسبات معينه، لو حد مثلا رايح بنك، رايح الشغل، حد رايح فرح الصبح، ايه الالوان اللي هو محبذ ان هو يلبسها؟ يعني الالوان اللي هي الكحلي الجري الاسود، الالوان اللي هي البيز كده، يعني هي دي الالوان اللي تمشي معانا الصبح وتمشي معانا بالليل برضه. عكس مثلا الوان الصيف اللي تمشي معايا الصبح ممكن مثلا بالليل ما تنفعش. بس برضه بتختلف على حسب المناسبه، يعني لو واحد رايح بالظبط، يعني لو انا رايحه الشغل اكيد غير ما انا رايحه فرح، غير ما انا رايحه خطوبه، غير ما انا المناسبه يعني قريبه مني شويه، انا او حد مثلا بعيد او اخويا وهكذا. بتختلف على حسب ده، يعني مثلا لو انا شغل في الغالب بيبقى غوامق، لو مناسبه الصبح لا ممكن حاجات فواتح زي مثلا اللبني اول واحد، ده لونه حلو قوي. الزيتي برضه هيمشي عادي. ممكن انا ملاحظه في تنوع كمان، في يعني انت حاطط خمس بدل او ست بدل فيهم تنوع جامد قوي، سواء القماش او اللون او كل حاجه مختلفه عن التانية. مختلفه انا واخده يعني اول واحده دي تركي، دي نسبه الليكره فيها 60%، دي هتلاقيها مريحه جدا في اللبس. برضه من الحاجات اللي ممكن تلبس الصبح لو مناسبات ممكن كتان، بس طبعا دلوقتي الشتاء ما فيهوش كتان، ما فيهوش كتان. كتان بكل الوانه، بس اكتر حاجه كانت بتبقى مطلوبه كتان البيج والاوف وايت. طب تشرح لنا كده كل بدله الماتيريال بتاعتها وكل لون من ده او كل بدله من دول تناسب ايه اكتر مناسبه؟ يعني اول واحده ممكن تورينا كده، اتكلمنا عن اول بدله. اول بدله دي الخامه تركي. دي مناسبة أكتر للمناسبات اللي هي الصبح بدري. سواء كان مثلا كخامة ولا كلون تقصد؟ الاثنين. الاثنين. كده كده الخامة الليكرة بتمشي في كل حاجة، بس يمكن لون أكتر دي تمشي لا الصبح بدري. الصبح مناسبة الصبح. سواء كان دي بتمشي الشغل طبعا مناسبات، بس سواء كان مثلا فرح صاحبي ممكن ساعات بيبقى العريس هو لون فعلا مميز شوية، فتحس إن هو مش مناسب إن هي تبقى فرح. هي فرح بس. بس يكون الصبح مش بالليل. ممكن مثلا ساعات بيبقى عرسان بيجوا يبقى عايز كل اصحابه لابسين نفس البليزر. بس ده برضو بينطبق على البدله البيضاء اللي احنا حاطينها على المانيكان؟ لا دي صبح وبالليل عادي. الابيض صبح وبالليل عادي. على حسب برضو الخامه، يعني مثلا دي خامه جاكار ايطالي دي تمشي صبح وبالليل عادي. الكتان طبعا الصبح بس. بالليل مش هتبقى مناسبه يعني. الكحلي مثلا. الكحلي دي ايطالي. دي خامه اسمها بيدي بول، دي تمشي لا صبح وبالليل عادي، والاكتر شغل كلون. وممكن حد يروح بيها فرح بالليل ما فيهاش مشكله. بس هي الاكتر شغل. الكحلي يعتبر شويه زي الاسود، يعني ممكن برضو يبقى هيمشي الاثنين، يمشي في الاثنين الكحلي وجري واسود، الثلاثه دول بيزك جوكر بيمشي بيزك في اي حاجه، ده اساسي في كل سنه بالظبط. طب ايه الالوان بقى القميص على جاكيت يليقوا على بعض ازاي؟ ايه الالوان اللي هي شويه مصاحبه صاحبه بعض في البدل اكتر حاجه ومن زمان احنا عارفينها اسود وجري. يعني طب لو تغيير، لو حد عايز يغير يعني دايما ما هو اسود وجري، كحلي وجري، زيتي واسود. طب لو حد اسمر هل تفتكر يقدر يلبس اسود؟ طبعا. والزيتي، الزيتي اللون ده الزيتي الغامق كنت عاملها لكذا كلاينت، لا شكلها حلو جدا عليهم. مع السمار لا بتدي شكل حلو قوي. انا سمعت ان انتوا لبستوا مشاهير كتير، احكي لي كده عن المشاهير اللي انتوا لبستوهم يا محمد. يعني لبسنا بكده طارق صبري. سوري؟ طارق صبري. طارق صبري برضو. طارق صبري ولبسنا كابتن محمد الشناوي برضو. من ناحيه بقى المجال المهرجانات الشعبي، انا شايفه هو طارق صبري بالظبط. ده مميز قوي، يعني رياه جديد وبيزك اسود بس مدي شكل جديد. ده القطيفه بقى دي نفس الموجوده على المكان بس الزيت بتاعها خطير. ده حاجه كان في مهرجان ولا ايه؟ مهرجان تقريبا الجونه. ده كابتن محمد الشناوي. صح. بالنسبه للمهرجانات طبعا مين تاني من المشاهير اشتغلتوا معاهم او اوريدي شغالين معاهم؟ دول مهرجانات ريشه وصماره. كل دي مهرجانات؟ يعني انتوا متخصصين مهرجانات؟ لا خالص خالص. لا انا عادي صدفه. هم اصحابنا اصلا. ايوه.
انت شايف ان ازاي ندعم الصناعة الوطنية في البدل يا محمد؟ من ناحية اللي هي ممكن يبقى بدل ما الواحد بيستورد قماش ممكن يبقى القماش مصري، يعني زي ما احنا عندنا العمالة المصرية والتقفيل المصري وكل حاجة مصرية، ممكن نكملها بالقماش يبقى مصري. يعني من ناحية المصانع ممكن تبقى في مصانع قماش كتير مصري. بس فدي بالنسبة للصناعة المصرية. من ناحية البدل فدي هتبقى كويسة جدا. لو انا كل حاجة يعتبر، يعني انا كبراند كل حاجة عندي يعتبر مصري ما عدا الخامة، فانا لو كملتها بالخامه فدي تبقى طبعا بنهاية. يعني هي كانت مشكلتنا في الخامه تفتكر؟ مش بالظبط، بس اغلبيه الوقت انا كشغلي يعني اصل دايما اي حد لما بيحب ينفذ حاجه او بيروح للديزاينر او بيحب يصمم حاجه اول حاجه بيفكر فيها فعلا الخامه اللي هو مش لاقيها بره، فبيبقى رايح عايز انك انت تعمل له حاجه مختلفه ومميزه. بالظبط من ناحيه الخامه اللي هي تميزه مع الديزاين. بتجيبوا خاماتكم منين؟ يعني من يعني من تركيا وفي حاجات من ايطاليا على حسب. بتسافروا بتسافروا تجيبوا خامات؟ ساعات بنسافر وساعات بيبقى في مثلا حد مصنع بره مثلا او شركه بره ليها معتمد هنا فهو بيقدر يجيب لنا الحاجات، مش شرط لازم سفر يعني. طب تفتكر ليه ما فيش ابتكار في البدل؟ ليه دايما التصميمات اللي احنا بنعملها او هي تصميم واحد ما فيهوش دايما ابتكار او في حاجه ممكن تكون مختلفه؟ لا دلوقتي بقى في حاجات مختلفه، يمكن مش موجود دلوقتي في العرض، بس في مثلا بقى في البناطيل مثلا بقى فيها ممكن نعمل البنطلون في توكتين من الجنب، بدل ما كلاينت يلبس حزام لا هو بالتوكه دي بيقدر ان هو يضيق او يوسع البنطلون. البدل نفسها بقى فيه لا ديزاينات كتير جدا مختلفه.